تاريخ كبير جدا وطويل جدا، مواجهات كثيره جدا مع فرقه من اكثر الفرق المحترمه في الكره المصريه، فرقه المقاولين، وبصرف النظر عن ظروفها وترتيبها طبعا تحت قياده عماد النحاس قدمت موسم ولا اروع السنه اللي فاتت. يمكن السنه دي تراجعت بعض الشيء، لكن تظل الحقيقه فرقه ليها هيبه، وفرقه بلغه الكوره كده فرقه رزله، يعني فرقه من الماتشات دايما اللي تبقى شايل همها بصرف النظر عن الارقام وعدد النقاط والترتيب في الجدول. وبطل افريقيا وتاريخ طويل، وقدمت لمصر نجوم كتير جدا، ومنتخبات مصر على مدار تاريخ طويل جدا عدد هائل من النجوم. عشان كده دايما مباراه ليها خصوصيتها، ومباراه دايما ليها صعوبتها. وانا اتكلمت مع حضراتكم عن الدوافع اللي موجوده عند فرقه المقاولين في الموسم ده، اكتر من دافع بيحركهم. ويمكن هنتكلم اكتر عن المواجهه المنتظره ان شاء الله يوم الخميس اللي جاي مع واحد من نجوم دفاع النادي الاهلي، كابتن عمرو الحديدي، ضيفنا النهارده في السادسه. مساء الخير يا كابتن عمرو. ربنا يخليك يا استاذ احمد. تاريخ، يعني شفت ان اجيال كتير جدا ومواجهات كتيره جدا وذكريات ما تتنسيش طبعا، اهلي ومقاولين. بص، هي فرقه المقاولين طول عمرها على مدار السنين اللي فاتت ايام كنا بنلعب وما قبل وما بعد، طول عمرها بتبقى الحصان الاسود اللي بيحرج الانديه الكبيره. كبيره صح. دي موجوده من زمان، وفيهم نجوم كبار طبعا. أيوة. رحمه الله عليه كابتن ناصر محمد علي والكابتن الشيشيني وكابتن حمدي نوح طبعا، اسماء كبيره. كابتن رضوان، كابتن علاء نبيل طبعا، اسماء كبيره. في الوقت ده عمرك ما هتلاقي منتخب مصر ناقص منه حد غير لما يكون في لعيب من المقاولين او اتنين موجودين في منتخب مصر. مزبوط. على مدار الاجيال اللي فاتت كلها. صحيح. اعتقد استاذ احمد النادي الاهلي في الوقت دوت، يعني بعد الاداء اللي احنا شفناه والنتيجه والسكور والاستحواذ في مباراه سموحه، النادي الاهلي هيعود بقى جمهوره على دوت، على الحته دي، على الشكل ده. ايوه، بس انا عايز اكد على صعوبه المباراه. حتى يمكن يعني برجع لماتش الدور الاول، كان واحد من الماتشات الصعبه اللي واجهناها على مدار السيزون، ورغم كده طبعا قدرنا نرجع ونكسب الماتش 3-2. بس عايز اقول انه فرقه المقاولين فرقه دايما، وبالذات قدام الاهلي، قدام الاهلي والزمالك يمكن كمان، بتقدم دايما ماتشات كبيره. بص، بتبقى بشكل بنوعين من الاشكال، اول حاجه للعيبه، وثاني حاجه للمدير الفني. للعيبه كل واحد بيفرض نفسه وبيوري امكانياته من شكلين، نتيجه ايجابيه كنادي وعرض انا موجود في النادي التاني. كل لعيب بيفكر كده. المدير الفني عايز بيظهر على الساحه. كابتن عماد النحاس عمل انجازات مع نادي المقاولين في الفتره اللي فاتت، الموسم اللي فات والموسم دوت، يمكن زي ما حضرتك بتقول في اخفاقات او في تذبذب في الاداء في الفتره اللي فاتت، بس كل الفرق دي بتيجي قصاد النادي الاهلي وبتبقى اسد، الموضوع منتهي. انا عايز من النادي الاهلي حته معينه، ان انا لو ما كسبتش انا ما بحرجش نفسي مع البطل، انا اديت، انا ثبتت امكانياتي، كسبت انا الزعيم اللي احرجت النادي الاهلي اللي مترشح للبطوله النهائيه في افريقيا. كل ده بيدور في اذهان اللعيبه والمديرين الفنيين. كان الله في عون لعيبه الاهلي بصراحه. بص، كل فرقه بيواجهوها او كل ماتش نازلينه كانهم بينزلين يلعبوا على بطوله. بص يا ابو حميده، هنتفق ان كل ده بيحصل في كل الفرق، الصغير قبل الكبير. لا، النادي الاهلي مش عايز اقولها تاني واكررها، مش هقولها باللفظ اللي انا قلته قبل كده هيدوس على اي حد الفتره اللي جايه. أيوة. لا خلاص، لعيبه النادي الاهلي فاهمه الدرس كويس قوي. المدير الفني بيدرس كل فرقه على حده، وكل مباراه لها الملف الخاص بتاعها بطريقه الاداء وبطريقه الخطه اللي بيلعب بيها. النادي الاهلي في الوقت ده مش هقولها ومش هقلل من قيمه المقاولين العرب ان انا اقول دي بروفا، دي مش بروفا، ده اداء لاستمراريه النتيجه اللي شفناها المباراه اللي فاتت.